بيبدأ فيلمنا النهاردة مع سلون وهي بتشرب سيجارة برا البيت، بس بتطب عليها أمها وبتطفي السيجارة بسرعة، وبعد كده بتدخل البيت وأمها بتديها هدوم عشان يحتفلوا بعيد الميلاد، وأهلها بيقطموها عشان هي مش مرتبطة. وبنروح لجاكسون وهو بيتمشى مع حبيبته كارلي وبيحتفلوا بعيد الميلاد، وبيدخلوا البيت وأم كارلي بتقوله لو يحب يدخل أي أوضة يعمل مع كارلي علاقة، بس يوطوا صوتهم عشان أبوها مصدع. وفعلا بيدخلوا يعملوا علاقة مع بعض. وفي نفس الوقت سلون بتفتح الهدايا بتاعتها، عبارة عن بنطلون حجمه كبير قوي، وبرضه جاكسون بيفتح الهدية بتاعته بيلاقيها عبارة عن بنطلون جملي. وكارلي بتقوله ان دي اخر موضة، وبعد كده بتسأله عن الهدية بتاعتها، بس هو كان نسي يجيب لها هدية وبيطلع عليها فلوس بدل الهدية، بس هي بتتضايق منه وبيتخانقوا مع بعض وبيفركشوا. وبعد كده بيروح جاكسون عشان يبدل البنطلون اللي مش عاجبه، وبتكون سلون موجودة هناك برضو عشان تبدل البنطلون اللي ممكن يلبس معاها نفرين تلاتة. وبتتعرف على جاكسون وبيتكلموا مع بعض، وجاكسون بتجيله فكرة وهي انهم يرتبطوا ببعض بس كده وكده قدام الناس عشان محدش يضايقهم لانهم مش مرتبطين. وهي في الاول بتتعصب عليه عشان مش بتعجبها الفكرة، وبعد كده بتروح البيت وما بتتصل بيها تزن عليها عشان ترتبط. وبتكرر سلون انها تكلم جاكسون عشان يخرجوا مع بعض قدام الناس، وجاكسون بيبقى مبسوط وبيوافق. وبيروحوا مع بعض نايت وبيقضوا اول موعد غرامي مزيف بينهم، وبيقعدوا مع بعض وبيشربوا ويسكروا. وبعد كده بتدخل الحمام عشان تظبط مكياجها، وهناك بتلاقي بنت بتعيط بسبب ان فستانها باظ، وسلون بتجيلها فكره وهي انها تبدل الفستان مع البنت، وفعلا بتعمل كده. ولما جاكسون بيلاقي كده بينبهر بالفستان وتكرر انها ترقص مع جاكسون، بس بيسخنوا في الرقص وفستانها بيتقطع، بس الموضوع بيعدي على خير. وبيركبوا مع بعض العربية وبيقول لها ان اقرب مناسبة جاية هي عيد الحب. وبعد كده بتشوف حبيبها السابق لوك، بس بتكون مع حبيبته وبتقعد تتدلع فيه وتأكله، وسلون بتتحسر على حالها. بس بيجي جاكسون وبيحضنها وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انه حبيبها، وبعد كده بتشكره سلون لانه انقذها من موقف محرج. وبعد كده بيقضوها مناسبات مع بعض، وتقريبا دي مناسبة عاملها الزعيم عادل شكل، وهناك بتعرف سلون ان اخوها يعرف جاكسون. وبعد كده بيروحوا يقضوا مناسبة عند سلون في بيتها، وبنشوف خالة سلون واسمها سوزان، وبتبقى لابسة ارنب وبتقعد تنط زي العبيطة، وبتشوف شاب صغير وبيعجبها وبتبقى مقضيها مع الشباب الصغيرة. وبعد كده بتروح سلون مناسبة مكسيكية مع جاكسون، وبيشربوا وبيسكروا وبياكلوا تاكو وبيتكلموا مع بعض عن العلاقات. وبعد كده بيفوقوا يلاقوا نفسهم نايمين في نفس الأوضة، وبنبقى مش عارفين هم عملوا علاقة مع بعض ولا لأ. وبعد كده بيقعد جاكسون مع أم سلون وبتكون مش طايقاه، وبتقول إن الأحسن يتجوز بنتها بدل ما هما مقضينا صحوبية كده وخلاص. وبتعدي الأيام بين جاكسون وسلون وبيقضوها مناسبات مع بعض، وبيقولها إنه بيحبها وبيعملوا علاقة مع بعض وبيحضنوا بعض، والفيلم بيخلص على كده.